لهذا السبب الشيطاني يعزلك النرجسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أحبائي؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل حال. معكم كوتش رومان زريوح في فيديو صادم، فيديو حزين. أنا أعرف يا أختي العزيزة، يا من تشاهدينني، أنك يا إما تعيشين الآن حياة العزلة بسبب النرجسي، أو أنك قد عشتيها. إنه أكبر فخ تقع فيه كل ضحية نرجسي، وحان الأوان لكي نكشف المستور، لكي نتحدث عن الأسباب الشيطانية التي تقف وراء استعمال النرجسي لتقنية العزل. عزل من؟ عزلك أنت يا ضحية هذا الخبيث. فيديو سوف يكشف أسراراً سوف تسمعونها لأول مرة، لذلك يجب مشاهدته حتى آخر ثانية. قبل البدء، لايك ليصل هذا المحتوى الخطير والحصري لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. فمرحبا بكم أحبائي. قبل البدء وكالعادة أذكر أنني أتوجه للمرأة على أنها ضحية فقط. للتبسيط، إذا كنت رجلا وضحية لامرأة نرجسية فما عليك سوى قلب الأدوار. كما أذكر أنه تحت هذا الفيديو في خانة الوصف هناك رقم واتساب لمن يحتاج لاستشارات شخصية معي مباشرة. النرجسي الخبيث هو يستعمل جميع الطرق، كيفما كانت خبيثة متوحشة مدمرة، فقط لكي يحطمك، لكي يتلاعب بك، لكي يخضعك، لكي يجردك من ثقتك في نفسك، من عزتك، من كرامتك، وأيضا لكي يجعلك بالفعل خاتما في أصبعه، أي لكي يفعل بك ما يشاء. تذكري أن هوس النرجسي هو السيطرة، التحكم. أنت ملك للنرجسي، هو يمتلكك، أنت شيء في يده يا أختي العزيزة. أنا أعرف أن هذا صادم، ولكنها الحقيقة. النرجسي يعتبرك ملكا له، ولهذا ففي عقله المريض فهو مقتنع أنه بإمكانه أن يفعل بك ما يشاء. أنت جارية بالنسبة له، وسوف تبقين جارية طوال حياتك. أريدك أن تنزلي الآن لخانة التعليق يا ضحية النرجسي، وأن تحكي لي عن تجربتك، كيف أنك بالفعل تحسين بأن هدفك في هذه الحياة هو خدمته، ولكن هو لا يقنع، هو لا يرضى، هو دائما يريد منك المزيد والمزيد. ألا تلاحظين هذا؟ أخبريني في خانة التعليق. تعلمين أن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين. الدورة النرجسية بطبيعة الحال فهي تبدأ بقصف الحب، عندما يقصفك النرجسي بعبارات الثناء، بالهدايا، بالجنس، بالحب المزيف بين قوسين. بعد ذلك فهناك مراحل خطيرة تتوالى تباعا، إنها الخيانة، التلاعب، عندما يدخلك في ضبابية، إنه الغاز لايتن، وأيضا عندما يعزلك. هنا تأتي هذه المرحلة الخطيرة جدا، والتي تصلين إليها وأنت منهكة من عذاب النرجسي، من تلاعباته، من كذبه، من استغلاله إلى آخره. النرجسي في هذه المرحلة الخطيرة ألا وهي العزلة، عندما يبعدك عن كل سند، كل دعم في حياتك، مثلا الأسرة، الأصدقاء، زملاء العمل، فأنت هنا تدخلين في اكتئاب حاد، لأنك تصبحين وحيدة بدون أي مساعدة خارجية. النرجسي لكي يمهد
لنفسه الطريق حتى يعزلك، فهو يخبرك بطريقة مباشرة، بطريقة غير مباشرة، بأن الجميع يكرهونك أو يكرهون علاقتك معه. قد يقول لك مثلا: لماذا أختك تكرهني؟ ماذا فعلت لها؟ أو قد يشوه سمعة صديقة من صديقاتك بأنها منفلتة أخلاقيا إلى آخره، حتى تبتعدي عنها. هدفه هو أن يعزلك عن الجميع، هو أن تتقوقعي لوحدك، أن تصبحي وحيدة، معزولة، بدون دعم، بدون سند. هل بالفعل تعيشين هذه الحالة؟ أخبريني في خانة التعليق. عزلك عن العالم الخارجي، عن المجتمع، هو بالفعل من أخطر الأساليب التي تقع فيها كل ضحية نرجسي. وهذا السلاح فجميع النرجسيين سوف يستعملونه، يا إما عاجلا أو آجلا، على حسب استراتيجيتهم، وأيضا على حسب شخصية الضحية. فكلما كانت شخصيتك قوية، كلما تأخرت مرحلة العزل. ولكن يا أختي العزيزة، صدقيني، شخصيتك مع النرجسي سوف تضعف شيئا فشيئا، وسوف يتسنى له أن يجعلك وحيدة تماما، وقد تكون هذه حالتك الآن. النرجسي لن يمل حتى يدخلك في هذه الدوامة، دوامة العزلة والانطوائية والوحدة. الآن سوف تسألينني: كوتش نعمان، ولماذا يفعل النرجسي هذا؟ لماذا يعزلني؟ أولا يا أختي العزيزة، لأنه يحسدك، لأنك اجتماعية بطبعك. ربما قد تكونين حساسة، قد تكونين انطوائية، ولكنه يرى كيف أنك تتأقلمين مع جميع الظروف، كيف أنك تتعاملين بشكل راقي مع الآخرين، ولهذا يريد أن يعزلك، أن يبعدك عن الجميع، لأنه يحسدك، لأنه يريد أن يراك مدمرة، حزينة، وحيدة. ولأنه وحيد بطبعه، ولو أنه وسط مئات البشر، ولكن عليك أن تعرفي أنه في داخله فهو يحس بالوحدة، بالعزلة، لأنه يعتقد أن الجميع لا يفهمونه. وهو يريدك أيضا أن تشربي من نفس الكأس، كأس الوحدة والعزلة. والسبب الآخر يا أختي العزيزة الذي يجعل النرجسي يعزلك، يدخلك في انطوائية، في وحدة، هو لأنه يريد أن يتحكم فيك. وكيف سوف يتحكم فيك؟ عن طريق إبعادك عن الدعم، عن السند. وبطبيعة الحال أن تكوني وحيدة هو أقصر وأسهل طريق لكي يتحكم فيك، لأنك لن تجدي أي شخص يساندك، يقف معك، سوى النرجسي. وبطبيعة الحال فأنت لن تجدي مساندة من طرف هذا الخبيث، لا، سوف تجدين فقط تحكما، إخضاعا، بل استعبادا. النرجسي يريد أن يستعبدك، إنها حقيقة قاسية، هذه كلمة خطيرة، ولكنها الحقيقة. هكذا يريدك النرجسي، عبدة له، جارية، حتى يجعلك خاتما في أصبعه، لكي يستنفذ الوقود النرجسي منك، لكي يأكلك لحما ويرميك عظما. ولهذا فهو يحتاجك وحيدة، معزولة، حتى تركعي له، حتى تستعطفيه، حتى تكوني مذلولة أمامه، بدون شخصية، بدون كرامة، مجردة من عزة نفسك ومن أنوثتك. هكذا يريدك النرجسي، لأنه سادي، لأنه يقتات على عواطفك، لأنه يريد أن يراك شبحا تهومين على هذه الأرض، جسدا بدون روح. فأرجوك يا أختي العزيزة، لا تعطيه هذه اللذة. لهذه الأسباب النرجسي يريد أن
يبقيك وحيدة. هو مهووس بالتحكم بالسيطرة، وهو يعرف أنك إذا خرجت عن عزلتك، أنك إذا اتصلت بصديقات، أنك إذا زرت العائلة، فهنا بطبيعة الحال سوف تخرجين من هذه العزلة، وهكذا فبطبيعة الحال سوف تستيقظين من الوهم، من هذا السبات العميق، لأنه يا إما العائلة، يا إما الصديقة أو زميلة في العمل مثلا، سوف تلاحظ أنك قد تغيرت، أنك تعيشين علاقة سامة، وربما سوف تدلك على هذه القناة، قناة الكوتش نعمان زريوح، وسوف تنقذ حياتك، ولكن أيضا سوف تفسد خطة النرجسي، وهذا ما لا يريده هذا الخبيث. عزلتك لا تقتصر فقط على الحياة الاجتماعية، لا، قد يعزلك أيضا عن مشاهدة برامجك المفضلة، وقد يعزلك عن الهاتف حتى لا تتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي. وأنت تعرفين يا أختي العزيزة أن هذه القنوات قد تدلك على مقالات، على فيديوهات سوف تعرفك بالنرجسية، بالسيكوباتية، وسوف تكشف لك أنك تعيشين علاقة سامة. ولهذا فالنرجسي الخبيث سوف يحاول أن يجعلك تعيشين في جزيرة نائية بعيدة عن الجميع، ولو أنك تعيشين في حي آهل بالسكان، ولكن أنت لا تخرجين، أنت غير قادرة حتى للذهاب للتسوق إذا لم يأذن لك النرجسي بهذا. أختي العزيزة، ألا تلاحظين أنك مراقبة من طرف النرجسي؟ دائما ما يتفحص هاتفك كما لو أنك في سجن. نعم، إنه سجن حقيقي، وهذه طريقة شيطانية لكي يجعلك هذا الخبيث لا تتواصلين مع أي أحد، لكي يبقيك في هذه العزلة، ولكي يتسنى له أن يفعل بك ما يشاء. أختي العزيزة، هذا الفيديو صادم، قلب عليك المواجع، ولكن أنا أعرف أنه قد يكون بالفعل نقطة تحول في حياتك. عليك أن تكسري جدار الصمت، عليك أن تخرجي من هذه العزلة التي دمرتك نفسيا وجسديا. حان الأوان لكي تتحرري من هذه القيود، الأصفاد التي تقيدك والتي تحد من حريتك. أنت قد خلقت حرة، فلا تجعلي إنسانا بين قوسين شيطانا يستعبدك يا أختي العزيزة. حاولي ما أمكن أن تنفتحي على العالم الخارجي. نعم، هناك عالم آخر ينتظرك، هناك حياة سوف تفتح لك على مصراعيها لكي تعيشيها. حان الأوان يا أختي العزيزة لأن تعانق الحرية، حان الأوان لكي تعيش. إذا أعجبكم هذا الفيديو المرجو وضع لايك، مشاركته على أوسع نطاق لتعم الفائدة. في الوصف سوف أترك لكم روابط فيديوهات أخرى لتشاهدوها، رابطا لتتواصلوا معي، روابط صفحاتي الاجتماعية ورابط موقعي الإلكتروني. في الوصف أيضا هناك رابط واتساب، ورقم واتساب مهم جدا لمن يحتاج لاستشارات شخصية معي مباشرة حتى تنتقل حياتك لمستوى أعلى بمشيئة الله. تعلمون أنني في استشاراتي الشخصية الخاصة فأنا أعطي توجيهات وأسرار لا أعطيها ولا أقدمها في المحتوى المفتوح على اليوتيوب. قبل أن أغادر بطبيعة الحال سوف أترك لك سؤالا أختي العزيزة، أنتظر جوابك عنه أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق. هذا السؤال هو: هل بالفعل الآن أنت تعانين من العزلة، من الوحدة بسبب النرجسي، أو أنك قد عانيت منها في مراحل سابقة من العلاقة وأنك الآن بالفعل قد تجاوزت هذه العزلة؟ أجيبيني
الآن في خانة التعليق أسفل هذا الفيديو، تعلمين أن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين. موعدنا بحول الله تعالى يتجدد في الفيديو القادم، وكالعادة أحبائي كونوا سعداء.